صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. علاه الاوروبيين يتخلاو على سياراتهم وتكون جديده باه يبدل، علاه يبدلها؟ اوكي الاوروبيين خاوتي باش يكون في علمكم، الاوروبي انسان حتى ويكون بسيط ماشي مليونير بصح مرفه. كيفاش مرفه؟ خدام. الالماني اذا فات بدا يخدم وعنده كونترا ولاباس بالكونترا تاع الخدمه تاعو يقدر يشري دار دير نص مليون اورو. نص مليون اورو، نص مليون اورو اللي هي 10 ملاير جزائريه، يقدر البنكه تشري لك دار. مثلا انا نحكي لك على نفسي باش تفهمني باسكو ندير نحكي لك على الماني تهبل. مثلا انا الماني، انا الماني عندي زايد هنا قاري هنا كابر هنا وعندي خدمتي، راني حاب نشري دار. مثلا عندي مرتي نروح انا وياها، السلام عليكم السلام، نروح البنكه راني حاب نشري هذه الدار باسكو كاين في العقارات هنايا هذوك مؤسسه العقارات ولا شركه العقارات. شوف دائما احنا في اوروبا دائما تلقى مكتوب على برا محطوطين هكذا دار بنص مليون اورو، دار ب 300000، دار ب 400000، فهمني؟ تعجبني دار بنص مليون اورو، نقول للبنكه هذه نشريها، يقولوا لي اوكي جيب لنا تشوف لي فيش دو باي تاعك. نجيب لهم لي فيش دو باي، مثلا واحد عايش هنايا وقاري هنا وداير ستاج هنا، ومن هنا يكون يدي واحد 2500 اورو في الشهر، سورتو اذا كان مزوج ومن هنا توصل له معناتها مليح، اذا كان يخدم مليح، معناتها هو يدي 2500 ومرته تدي 2500، واش يديروا؟ يشرو دار كيف كيف بنص مليون اورو، واش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم اسكو نقسموها لكم على 30 سنه ولا نقسموها لكم على 10 سنين ولا 20 سنه، يا ماكسيموم 32 سنه واقيل. يقول لك كيما حبيت، انت تقول له على 30 سنه، 30 سنه يقسم لك 500000 بلا ما نقول لكم الربا الحرام داير حاله. هما المان ما على بالهمش، انا نحير، انا ما نحيرش في المانيا يشري بالربا، انا راني حير في واحد مسلم زايد مسلم كابر مسلم في بلاد، كابر في بلاد مسلمه وجا لاوروبا ومن بعد يشري دار بالربا، وبعد يقول لك والله غير فتالي الامام وقال لي، وانا سمع الامام كيفتي لك كل رمضان، سمع داك رمضان ولا كيف صديقي؟ المهم هذاك سوجي واحد اخر. المهم احنا السؤال تاعنا علاش الاوروبيين يرموا طونوبيلاتهم؟ هاني جايك، مثلا قلت لك تروح للبنكه يشريوا لك دار، مثلا انا عجبتني طونوبيل دير 30000 اورو، ومرتي ثاني عجبها 30000، نروحوا نجيبوا زوج طونوبيلات. سهلة مهلة الحياة هنا يا زبدة، المهم تكون خدام، تكون خدام وشنو؟ ما بين الطونوبيل والدار تلقى روحك يقولوا لك تخلص واحد 1300 في الشهر، ولا 2000، نقولوا 2000، 2000 أورو تخلصهم كل شهر. أنت ومرتك عندكم 5000 أورو، ما عاد تخلصوا 2000، هي تخلص 1000 وأنت 1000، وتبقى لكم 1500 تعيش بها أنت، بصح راه عندك دار وعندك طونوبيلات. هما بصح عندهم حاجة، هو ما يحبوش يقارديو الطونوبيل بزاف، يكرهو يملو خاوتي، وما يحبو التكنولوجيا، هما التليفون، عنده تليفون تاعو جديد، عنده من با عام، يخرج واحد آخر يبدلو، شغل هما هكذا عشاق ملال، ما يحبش حنا الله غالب، يشري طونوبيل وليدو وليدو سوق ماء، الله غالب الفقر، لو كان حنا ثاني رانا كيما ألمانيا، ثاني نولو كيما هما، راك فاهم؟ هذه هي، وشنو ثاني؟ على بها هما الطونوبيلات دائما يبدل باسكو يمل، يمل مثلا عنده شرا تيكوان، شرا تيكوان يضرب بها 3 سنين يملها، تخرج تيكوان واحد اخرى جديده ولا تعجبو مرسيدس ولا واش يدير، يدي تيكوان الشركه تاعو يقول له راني حاب ندي انا هذه الطونوبيل جديده، يعطوها له ويزيدو يديروا لا ديفيرونس ويزيدوا له ديك السومه ويقولوا لها بالالماني بالغاتن، معناتها بالتقسيط المريح، معناتها دائما يقعد يخلص. بصح هو ما راهش مقلق، هو ماشي حرام في دينه، في دينه ماشي حرام، معناتها هو راه عايش عنده 2500 شهريته، 1000 تروح للاخر، 1500 تبقى له، ياكل ويشرب ويحوس وتو فا بيان وماشي مكسر راسو، مقسمينها له على 30 سنه. هذه هي على بها يبدلوا الالمان طونوبيلات.